أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: نام أناس في أيام التشريق في العزيزية بمكة بدل منن، هل عليهم شيء؟ طبعا هم يرمون الجمرات ثم يعودون إلى المبيت بالعزيزية وقد كانوا تبعا للمخيم. إذا كانوا لم يجدوا مكانا في منى، فهم معذورون، لم يجدوا مكانا ولا يستطيعون الذهاب بالليل، يمشون ويبيتون في منى ويرجعون، أو كانوا عاجزين أو مرضى أو كبار سن ولا يستطيعون الذهاب إلى منى، هذا معذورون. لا واجب مع عجز، يسقط الواجب مع العجز. اتقوا الله ما استطعتم، لكن الأفضل والأكمل لمن لم يجد مكانا في منى أن ينزل بطرف الحجاج القريب من منى، ولا يروح للعزيزية والأشقق والمكيفات ولا، وجاي حاج أشعث أغبر ما يجي ويرفه نفسه، هل يصير مع الحجاج، ينزل مع الحجاج ولو خارج منه. نعم.